محاكمة قناة نسمة. هذه المحاكمة الجلسة الثانية للمحاكمة. الجلسة الأولى كانت سمح للصحفيين أنهم يصوروا داخل قاعة الجلسة. كي مشينا للجلسة الثانية فوجئنا بأنه يمنع الصحفيين من يصوروا في قاعة الجلسة. علاش منع التصوير؟ شنو هي الأسباب؟ هل هناك مبرر لأنك تمنع الصحفيين من أنهم يصوروا؟ في الحقيقة ما ثماش أسباب. أنا دخلت بالكاميرا بتاعي صحيح لقاعة الجلسة لكن ما استعملتهاش، وما ثماش حتى قانون يمنع أنه إنسان يدخل بالكاميرا بتاعه أنه يستعملها. هذاك هو الاعتداء على القانون، وهذا ما صارش بالنسبة لي أنا، لأنه العون النيابة العمومية شدني في خارج قاعة الجلسة في البهو وأنا نعمل في ليزانترفيو بتاعي، وما ثماش يظهر لي منع من أنه الصحافي يقوم بالليزانترفيو بتاعه برا من قاعة الجلسة. يعني القضاء تصرف معي على اساس الاتهام التام، قبل ما يعرف شنو موجود في الكاميرا، قبل ما يعرف شنو صورت او ما صورتش، فتمت ادانتي كاني معناها متهم 100% واني صورت في قاعه الجلسه، لذلك ما تمتش الاجراءات الكامله باش يعرفوا شنو موجود في الكاميرا. من وقتها لليوم معناها كانت تحكي لنا شنو اللي صار، كلفت شي محامي باش يتولى الدفاع عليك؟ والله بالنسبه من وقتها لتوا، في اول ما توقفت كانت المحاميه الاستاذه هيفاء عبد العزيز نشكرها هي اللي قامت بالدفاع عني، من ثم التحق معناها عديد المحامين كما الاستاذ عبد السلام بسباس. كانوا محامين متطوعين؟ كانوا محامين متطوعين، الاستاذ عبد السلام سباس، الاستاذ اسامه هلال، الاستاذه سليمه خضر، والمزيكه عائله الاستاذ شوقي طبيب، واساتذه اخرين ايضا قاموا بنياباتهم، الاستاذ شرف الدين القليل، الاستاذ عبد الستار موسى رئيس رابطه حقوق الانسان، وعديد النيابات من سواء من فرع مستير او من عديد الفروع الاخرى. الحقيقه عدد مهول من المحامين، ونشكرهم على هذه المسانده، فاق 25 محامي. نحب نعرفوا المنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان، اسكو انت اتصلت بهم؟ والله بطريقه عفويه نذكر جمعيه مراسلين بلا حدود، هذه المنظمه الدوليه اللي هي اتصلت بيا ملي سمعت بالخبر. نذكر اوليفيا اللي هي اتصلت بيا وقامت بالاجراءات اللي تم اجراءها في المساله هذه، قامت برابور، الرابور هذاك كما تعرف روبورتاج فونتير هي موجوده في اكثر من 55 بلاد العالم، فالرابور هذا يدور على بلاد العالم الكل. المنظمات يعني عديد المنظمات اتصلت بيا بطريقه طوعيه، والرابطه كما قلت في شخص استاذ عبد الستار بن موسى كان اعلن نيابته في القضيه، ايضا حتى بعض الاحزاب كانت اتصلت بيا وابعدت عن مساندتها، لكن ما ندخلوش في تسييس القضيه، قضيه تهم الراي العام، تهم الصحافه، فانا خيرت انه الاحزاب السياسيه تكون على جانب، والجمعيات نشكرها على تضامنها. انا في الاصل نحب تكون القضيه تهم الصحافه بالاساس. كنت ذكرت اللي القضيه تهم الصحافه بالاساس، نحبوا نعرفوا كان شي فما اتصال مع نقابه الصحفيين، حاولت شي انك تتصل بهم ولا هما اتصلوا شي بيك؟ لكن قلت ثم مساندة كاملة من الصحفيين، والنقابة كانت عبرت عن مساندتها من الأول من سمعت بالقضية. نذكر أنه يعني منشي الخضراوي اللي هو كتب عام نقابة الصحفيين كان اتصل بي من الأول، كان أيضا من العباد اللي إلى جانب الصحفيين زملائي اللي قاطعوا جلسة المحاكمة العسكرية محاكمة قتلة الشهداء، وقاطعوا الجلسة وجاءوا ساندوني في المحكمة، والنقابة أبدت مساندتها الكاملة القضية، وهذا اللي نشكره، وحتى الجمعيات الصحفية كما جمعية الصحفيين الشبان هذا كيف نشكرها اللي أبدت مساندتها وعبرت عن تضامنها الكامل معايا. حكينا على القضية من 23 جانفي لليوم، بالنسبة لليوم نعرفوا اللي وقع تغريمك بخطية قيمتها 200 دينار، نجموش نعرفوا قداش تمثل الخطية في حد ذاتها من مجموع السالير نتاعك؟ والله مجموع السالير نتاعي مش مهمة، المعلومة ما فهمتش علاش نجم تكون مهمة. اتفقنا محامين، والمحامين ابدوا رغبتهم ورغبتي ايضا في الاستئناف الحكم، لانه في الاصل كنا ننتظر الحقيقه في عدم سماع الدعوه، على اساس انه اركان الانتروبارتيز الجريمه غير متوفره معنا. معناها نفهم من هذا اللي الاخطيه اللي معتبت بها القاضي في حقك انت ماكش راضي بها ومش تقوم بالاستئناف. اكيد اكيد باش نستئناف القضيه، وان شاء الله ان شاء الله يستخدم القضاء في الاستئناف.
به بالنسبة للمؤسسة الإعلامية اللي أنت تعمل معاها اللي هي موزايك اف ام، حبينا نعرف شنو هي ردة الفعل متاع المؤسسة وبخصوص القضية بيان سور، وواقعيا وبصفة ملموسة شنو هي حاولت تقوم به إدارة راديو موزايك اف ام لمساندتك في القضية هذه. بالنسبة لموزايك اف ام، كل الصحفيين المسجلين وحتى المرشدين بداوا مساندتهم كاملة القضية اللي أنا فيها ونشكرهم. أيضا إلى جانب الصحفيين كما قلت اللي ساندوني، أيضا مدير الإذاعة كان أبدا مساندته الكاملة، ورئيس التحرير، وكان من اللي صارت القضية معناها هم واقفين ويعملوا في اتصالاتهم ويحاولوا معناها بكامل الطرق أنهم يلقاو لي سبيل الخلاص من المشكلة هذه. موزايك اف ام كما قلت يعني وفرت الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين بالشلوب في القضية، وأعلم ما يبدو لجانب ثلث المحامين اللي كنت ذكرتهم اللي هما فوق 25 محامي. شكرا بزاف، بارك الله فيك. شكرا لك بامتلاك.